اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، كل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان في هذه التغطيه العاجله. وبقى مهم جدا كل الاخبار الخاصه بتعطيل الدراسه هذه الايام، مع بالتاكيد تبعات موجه الطقس السيء اللي بتمر بيها البلاد. وخلينا نتابع معاكم المحافظه اللي هتاجل الدراسه او هتعطل الدراسه بكره الحد. قرر اللواء عصام سعد محافظ اسيوط تعطيل الدراسه غدا الاحد الموافق 2 يناير بجميع مدارس التربيه والتعليم، طلاب ومعلمين، بالتاكيد بسبب موجه الطقس السيء اللي بتتعرض ليها المحافظه ومختلف محافظات الجمهوريه، والتي حذرت منها الهيئه العامه للارصاد الجويه اعتبارا من الاربعاء 29 ديسمبر ومستمره معانا لحد يوم الاثنين 3 يناير 2022 وسقوط امطار على بعض المناطق. بالتأكيد تعطيل الدراسة بيأتي حرصا على سلامة وصحة الطلاب مع اتخاذ كافة التدابير بجميع مرافق الخدمات بالمحافظة ومراجعة جميع المنشآت التعليمية والمرافق لاستقبال الطلاب يوم الاثنين اللي جاي. وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع محمد إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لتعطيل الدراسة بجميع المدارس على مستوى المحافظة، وأيضا منح أجازة للطلاب والمعلمين حرصا على صحة الطلاب. هيتم أيضا انتظام الدراسة يوم الاثنين الموافق 3 يناير بجميع المدارس في المحافظة، احنا بنتكلم عن محافظة أسيوط، فضلا عن التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لمراجعة كافة المنشآت التعليمية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب والمعلمين. كمان طالب محافظ أسيوط المواطنين بالتواصل السريع مع الجهات المختصة في حالات الطوارئ والاتصال على الأرقام اللي خصصتها المحافظة لغرفة عمليات المحافظة، واللي بتعمل بتأكيد على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السيء وتلقي الشكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها مع نشر كافة البيانات والنشرات الإعلامية بصفة مستمرة على الصفحة الرسمية للمحافظة، والتواصل بالتأكيد مع كافة وسائل الإعلام الرسمية لإطلاعهم على آخر المستجدات. ده البيان اللي جه من محافظة أسيوط. إذن بنتابع معاكم لحد دلوقتي محافظة واحدة هتعطل الدراسة بكرة، هي محافظة أسيوط بتقرر تعطيل الدراسة غدا الأحد الموافق 2 يناير بجميع مدارس المحافظة للطلاب والمعلمين بسبب موجة الطقس السيء اللي بتتعرض ليها المحافظة ومختلف محافظات الجمهورية، وحذرت منها بالتأكيد الهيئة العامة للأرصاد الجوية اعتبارا من الأربعاء 29 ديسمبر ومستمرة معانا حتى يوم الاثنين 3 يناير 2022 وبيصاحبها سقوط أمطار يعني بمختلف مستوياتها في بعض المناطق، وبيأتي التعطيل حرصا على سلامة وصحة الطلاب مع اتخاذ كافة التدابير بجميع مرافق الخدمات بالمحافظة ومراجعة جميع المنشآت التعليمية والمرافق لاستقبال الطلاب يوم الاثنين اللي جاي. وخلينا برضو نتابع معاكم حالة الطقس خلال الأيام اللي جاية، خاصة بكرة اللي فيه تعطيل الدراسة في محافظة أسيوط. بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد استمرار عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، هيكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما ليلا فهيكون الجو شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه غدا الأحد هيكون في أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، ويكون في أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، هتكون على فترات متقطعة. بالنسبة للشبورة هيكون في شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا أيضا نتابع معاكم درجات الحرارة غدا الأحد. القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، سوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 9 درجات، قنا العظمى 19 درجة
والصغرى 9 درجات، وأخيرا أسوان العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة. بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا على متابعتنا في هذه التغطية العاجلة من تلفزيون يوم السابع، وبالتأكيد انتظرونا في متابعات جديدة، وبالتأكيد هنتابع معاكم أول ما يكون في أي أخبار عن تعطيل الدراسة في أي محافظة أخرى غير محافظة أسيوط. شكرا لكم وإلى اللقاء.